هلا والله سلام. هلا والله. كم خصموا منك؟ كنت اشتري بثمانية صار الحين سلي ستة، خصموا 2000 ريال كامل سحبوها، رجعت المزيونة ذي. خلاص الحين توفير، خلاص اغسل السيارة عند البيت، احلق داخل البيت. ما قلت لي وقت كم خصموا منك؟ راتبي 100,000 وخصموا مني 20,000، نفسك بس زيادة صفر. وبيت البوغاتي واخذت الكادي، نزلت مستواي. اما بيت البوغاتي عفسونا يوم سحبوا البدلات، سحبوا مني بدل كفرات وبدل مظلة وبدل نقاها. وش بدل نقاها؟ بدل نقاها هذه ما تعرفها، مي بعندكم. وزيدك من الشعر بيت، كنت اسافر 4 دول، الحين صرت اسافر مدينتين، رايح مراكش وراجع اسطنبول. حالتي النفسية في انهيار. اقول انتوا عادي متعودين، لكن حنا يا رجال امشي الامان. يلا لا تبي شيء، بغصب اي والله انك صادق، اهم شيء الامن والامان.